دلوقتي احنا عايزين نفك الهيتر ده، السلك بتاع السخان بتاعي، ان انا عايز اغير السخان. بلاحظ ان في هنا بنزين، بعدلهم لفوق وبعد كده برفع الغطا بتاع السخان، بيطلع معايا بسهولة عادي. بعد كده بلاقي السخان تحت، في هنا متثبت في مكانين، بحاول ان انا بتني المعدن ده لغاية لما بيطلع معايا السخان بسهولة. في هنا خلي بالي ان في كابل اللي هو لونه ازرق بيبقى مدفون هنا في مجرى موجودة هنا، بشيله من المجرى بيطلع معايا السخان.